تقدم عضو مجلس الشورى رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس الدكتورة عائشة مبارك بمقترح بشأن الدفع بالبرلمانات على إنشاء لجان نوعية خاصة بشؤون الأمم المتحدة في برلماناتهم، وذلك لتحقيق الأهداف الإنمائية المستدامة. جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة عائشة مبارك في اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بشؤون الأمم المتحدة وانتخاب هيئة المكتب، والذي يأتي ضمن مشاركة وفد الشعبة البرلمانية باجتماعات الدورة 130 بعد 100 لاتحاد البرلمان الدولي بجنيف، والذي يرأسه النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى السيد جمال فخرو. وتطرقت الدكتورة مبارك خلال مداخلتها إلى كيفية تعزيز العلاقة بين المنظمات والأمم المتحدة من جهة، وبينهما وبين البرلمانات من جهة أخرى، حيث سيمثل هذا المقترح المحوري والهام أداة أساسية تحث عمل البرلمان وتشجع من الدور الذي يقوم به الأعضاء ليستطيعوا العمل بفعالية وإنجاز من خلال إنشاء وخلق مثل هذه اللجان المتخصصة، والتي تنظر في شؤون الأمم المتحدة وتساهم في تسهيل مهمة تحقيق أهداف الإنمائية المستدامة. طبعا مشاركتي اليوم هي المشاركة في اللجنة المعنية بشؤون الأمم المتحدة، وهي لجنة تقوم أساسا على التعاون بين الاتحاد البرلماني الدولي ومنظمات الأمم المتحدة المتنوعة الموجودة اللي هي تحت مظلة الأمم المتحدة. طبعا هذه اللجنة اجتمعت في كيوتو في الإكوادور وعملت ورشة، وأيضا هناك ورشة أخرى عملتها في نيويورك، والورشتان يعني رشحتا عن أنه لابد من اعتماد مصطلح الحوكمة الديمقراطية في أجندة 2000 ما بعد 2015، وأيضا كما ناقشت أيضا أهداف الألفية. طبعا البحرين كما هو متعارف عليه قطعت شوط كبير جدا في مجال في تحقيق هذه الأهداف، وطبعا في مجال التربية والتعليم ومجال الصحة، يعني لدينا الكثير ما نفخر به حقيقة في مملكة البحرين بالنسبة لتحقيق أهداف الألفية. فهذه يعني مجمل المواضيع اللي مركزة عليها اللجنة حالياً.